معانا عبر الهاتف المهندس نصر عبد العزيز رئيس نادي أستن كومباني. نهنيه النهارده على الفوز الغالي والصعب والكبير على فريق سيراميكا كليوباترا. يا فندم صباح الخير، مشرفني ومنورني ومليون مبروك. صباح الخير يا فندم، الف مبروك لحضرتك ومتشكر جدا للاستضافه. يعني بشفق عليكم، ظروف صعبه والاداء فيه رجوله واضحه جدا في الفتره الاخيره، مدير فني كمان محترم جدا الكابتن علاء عبد العال، والامور واضح كده اللي انتوا بتقولوا لا احنا مش هنبعد عن الدوري، احنا مكملين في الدوري، لسه عندنا حظوظ ولسه عندنا امال، انا فهمت صح؟ لا تمام. عايز بس طبعا في البدايه ابارك للفريق وابارك لكابتن علاء وابارك لجمهور النادي اللي انتظر فتره طويله جدا لغايه ما حقق اول فوز. فوز معنوي مهم جدا على فريق اعتقد من الفرق القويه في الدوري الممتاز. احنا اكدنا في اكتر من لقاء قبل كده ان نادي إسترن كومباني طالع من الدرجه الثانيه مش عشان ينزل الدرجه الثانيه السنه الجايه. قابلنا صعوبات كتيره جدا في بدايه الموسم، سواء من عدم تأييد بعض اللاعبين الاجانب، سواء من عدم اختيار المجلس الموجود في الوقت الراهن للمدرب او للفريق. كانت فتره كويسه قوي، فتره الانتقالات الشتويه، فتره توقف الدوري اثناء بطوله الامم الافريقيه، ان احنا نعيد التوازن للفريق تاني ونختار بعض اللاعبين القادرين على العطاء في الملعب والوصول للفريق لمرحله ان شاء الله نبقى موجودين في الدوري الممتاز خلال الفتره الجايه. حاسس ان الفريق ما عملش الدعم الكافي في اول الموسم اللي خلاه بيعاني في الفتره اللي فاتت قبل ما يتحسن الاداء شويه في الفتره الاخيره؟ هو بالفعل احنا كمجلس جينا 2010 يا دوبك قبل الدوري يمكن بفتره صغيره جدا، وعقبال ما تمت الانتخابات كان المجلس القديم طبعا لملم اوراقه ومشي بعد ما اختار المدرب وبعد ما اختار اللاعبين. احنا كدورنا في المجلس لقينا سوء في الاداء واضح جدا جدا في المباريات الاربعه خمسه اللي لعبناهم، فاضطرينا طبعا نشيل كابتن علاء نروح ونجيب كابتن علاء ابراهيم. كابتن علاء ابراهيم من المدربين اللي اثبتوا وجودهم على مدى سنوات كبيره جدا، سواء ايام كان بيدرب اسوان او الداخليه او الشرطه. كابتن الكبير كابتن علاء عبد العال طبعا. طبعا، فانا بشكره طبعا انه مدرب قدير جدا، واخترنا بعض العناصر طبعا من الانديه مختلفه، سواء معظمهم كان عن طريق الاعاره، عناصر قادره على العطاء في الملعب وعلى اثبات وجوده. الدعم للكابتن علاء مستمر؟ يعني انا بسال السؤال ده ليه؟ انا عارف انه ممكن يبقى سابق الاوان وانت كسبان النهارده، بس انا اعتقد انه الاستقرار في الجهاز الفني هيفرق معاكم جدا يا فندم. لا، الجهاز الفني باقي، انا قلت الكلام دوت حتى في عز ما كان كابتن علاء اتغلب في اكتر من ماتش او اتعادل اكتر من ماتش، لان طبعا زي ما قلنا قبل كده هو ما اختارش القماشه اللي كانت موجوده او اللعيبه القديمه اللي كانت موجوده. في ظل اختياره للعناصر الجيده اللي موجوده في الوقت الراهن والنتائج، بغض النظر عن النتائج، كابتن علاء عبد العال باقي معانا. عظيم جدا كابتن استاذ المهندس ناصر عبد العزيز رئيس نادي أستن كومباني، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله، وبهنيك بالتاكيد على الفوز الغالي اللي حققه الفريق النهارده على فريق سيراميكا كليوباترا، فوز كان مهم جدا بهدف دون رد.